السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الشيف عماد أبو صيام. اليوم راح يحضر لنا طريقة عمل خبز البسكوت، طبعا كالخبز الذي يقدم في المطاعم إلى جانب الدجاج. بداية في عنا 3 أكواب طحين أبيض، في عنا ملعقة ونصف من البيكنج باودر، وملعقة ونصف من السكر، ونصف ملعقة من الكربونة، وكأس من الحليب مذاب به ملعقة من الخل، وبيضة، ومقدار إصبع ونصف من الزبدة، أي ما يعادل 150 غرام، بالإضافة إلى نصف ملعقة من الملح. بداية نقوم بخفق البيضة بالمضرب حتى يتجانس المزيج. الآن نضيف 3 أكواب من الطحين الأبيض، كما نلاحظ 3 أكواب من الطحين الأبيض، ونضيف ملعقة ونصف من البيكنج باودر، ونضيف الآن نصف ملعقة من الكربونة، ونضيف ملعقة ونصف من السكر، ونضيف الآن له الزبدة، ما مقداره 150 غرام أو ما يعادل إصبع ونصف من الزبدة. والآن نضيف البيضة المخفوقة، وأخيرا نقوم بإضافة نصف ملعقة من الملح. ونضيف كوب الحليب المخلوط بملعقة من الخل. الآن نقوم بعجن جميع المكونات طبعا باليد، نستمر بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة كما نلاحظ متماسكة ولينة وسهلة التشكل باليد، كما نلاحظ سهولة تشكلها باليد. الآن تعجن طبعا جيدا، الآن ترش بقليل من الطحين وتفرد بالشوبك، طبعا تفرد بالشوبك بسماكة تقريبا يعني 1 سنتي. كما نلاحظ طبعا يمكن تشكيلها باليد إذا لم يتوفر بالبيت طبعا شوبك للفرد. الآن نقوم بتقطيع العجينة، إلى قطع دائرية صغيرة، طبعا أي حجم محبب لدينا، ممكن تقطع قطع مربعة، وتوضع طبعا في صينية على ورق الزبدة، كما ذكرنا سابقا. يمكن إذا لم يتوفر بالبيت شوبك للفرد يمكن أن تقطع باليد كما نلاحظ قطع صغيرة، وطبعا تشكل باليد
على شكل كرات، نلاحظ هنا يتم تشكيله على شكل كرات صغيرة. وتوضع على ورق الزبدة. وتضغط باليد. طبعا يمكن أن تفتح بالسكين من الأعلى حسب الرغبة كما نلاحظ. يتم فتحها بالسكين على شكل متقاطع. الآن نقوم بوضع العجينة في الخمارة ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تخمر تماما وتنهض العجينة. طبعا درجة حرارة الخمارة تقريبا 50. الآن بعد مرور ربع ساعة نلاحظ أن العجينة قد خمرت ونهضت. الآن توضع بالفرن على درجة حرارة 200، تترك لمدة ربع ساعة. نلاحظ بعد مرور ربع ساعة أصبحت قطع خبز البسكوت جاهزة وناضجة. الآن تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد تماما وتقدم إلى جانب الدجاج المقلي المقرمش. وإلى اللقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق